مكان فندق راديسون بلو، الزمان السبت 15 سبتمبر 2018. الجميع لبى الدعوة حتى لا تفوته هذه اللحظة التاريخية، والعنوان الأبرز لهذا العرس الشبابي الكبير: تشاد تحتفي بشبابها. أكثر من 300 شاب وشابة قدموا من الداخل والخارج، وهنا في هذه البقعة من الوطن اجتمعوا ليتناقشوا ويتحاوروا ويطرحوا على طاولة البحث كل قضاياهم. هذا اللقاء الشبابي وهو الأول من نوعه الذي تشهده البلاد مبادرة طيبة ووعد من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، الذي أراد من خلال انعقاد هذا المنتدى الشبابي أن يبعث إلى العالم أجمع رسالة مفادها أن للشباب مكانه في الجمهورية الرابعة. لذلك جاء المنتدى الوطني للشباب تحت شعار شباب نموذجي في خدمة الجمهورية الرابعة. استهل حفل انطلاقة أعمال المنتدى الوطني للشباب بكلمة رئيس اللجنة المنظمة وزير الشباب والرياضة محمد نصر عبد الله، الذي عبر عن سعادته بانعقاد هذا المنتدى، وأكد أن المنتدى فرصة لتبادل الآراء والأفكار ومناقشة قضايا الشباب وهمومه، وتمنى من المشاركين الخروج بتوصيات تكون بمثابة الخطوط العريضة لحل مشاكل الشباب. أما ممثلة الشباب المشاركين في المنتدى فقد عبرت باسم المشاركين عن امتنانها لرئيس الجمهورية الذي أنجز وعده وأقام هذا المنتدى، وقالت إن المنتدى فرصة للتواصل وتبادل وجهات النظر والتفاكر حول القضايا التي تشغل شريحة الشباب، مشيرة إلى أن أبرز مشاكل الشباب تتمثل في قضايا التدريب المهني، البطالة، الصحة والهجرة. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الراعي الرسمي للمنتدى الوطني للشباب أشاد بالتعبئة الكبيرة للشباب، وقال إن الشباب بطاقاتهم وقدراتهم الإنتاجية هم محرك العملية التنموية وأمل تشاد الغد، قبل أن يتطرق إلى أهمية انعقاد المنتدى الذي يمنح الشباب الفرصة ليناقش بكل حرية مشاكله ويقترح لها الحلول. هذا وعلى مدار 4 أيام من عمر المنتدى سيناقش المشاركون جملة من الموضوعات مثل الشباب وقضايا المواطنة، التوجيه، التربية والعمل، والحياة الاجتماعية.